من إذاعة صوت روسيا نقدم ضيف الأسبوع من إعداد وتقديم لينا المتني. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومع ضيف جديد. بداية اسمحوا لي أن أتوجه لكم بتهنئة خاصة بمناسبة اختتام عام 2013 وبداية عام 2014، متمنية لكم أن يكون عام خير ومحبة وسلام وأن تتحقق جميع أمانيكم. أعزائي، ضيفنا اليوم الفنان والملحن عازف العود الأستاذ محمد سعيد الدحي من اليمن، من مدينة حضرموت الجميلة. أهلا بكم، أهلا بضيفنا. تعالوا معا نستمع إلى هذا الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ محمد سعيد الدحي. الأستاذ محمد سعيد الدحي، أهلا وسهلا بكم في إذاعة صوت روسيا. أهلا وسهلا بكم، أشكر إذاعة صوت روسيا لاستضافتي في هذا البرنامج، وأتوجه بتحية خاصة لجميع مستمعي إذاعة صوت روسيا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سعيد الدحي. أنت ابن الشاعر المعروف رحمه الله سعيد الدحي، ليس غريبا أن نجد يعني بالفطرة عندكم الفن، لكن هناك بعض الصدف في حياة الإنسان تلعب دورا في أن يتخذ طريق معين له في هذه الحياة. ممكن تحدثنا كيف وجدت نفسك أنك تريد أن تخطو في خطى الحياة الفنية كهاوي وعازف وفنان ومدرس للعود العربي؟ قد أعتبر نفسي محظوظا نوعا ما، فقد نشأت في رؤية تقدر الفن والأدب، ولست من المؤمنين بالحتميات الوراثية، فقد تطلب الأمر مني الكثير من التمرين المتواصل والصبر والمثابرة والإصرار من أجل تأسيس نفسي كعازف عود منفرد. أما بالنسبة لتاريخ الأسرة الفنية والأدبي، فوالدي هو الأديب والشاعر سعيد محمد دحي رحمة الله عليه رحمه الله، وجدي هو يسلم دحي الملحن والمطرب المعروف الذي يعتبر أحد العلامات المهمة في تطور الأغنية في حضرموت وتحديثها، ما شاء الله. ولي جد آخر هو المقدم صالح دحي، والذي ذكره المؤرخ المعروف عبد القادر دامطرة بأنه أفضل من أنشد صوت الدان في الساحل الحضرمي. وأخيرا وليس آخرا، أذكر منه أخي الفنان والأستاذ عدنان الحي، خريج المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، وهو موزع موسيقي معروف ونشيط في الوسط الفني في دبي، وهو الذي جلب لي أول عود أتدرب عليه. وهنا جاء دعم والد رحمة الله عليه بأن اشترى لي مجموعة من الكتب التعليمية لآلة العود ومجموعة تسجيلات لكبار الفنانين والموسيقيين في العالم. كانت هذه بداية حياتي الفنية. أستاذ محمد، ذكرت عن دور الأسرة وتشجيعها لك وتعليمها لك وكبداية في الطريق، لكن مهم جدا أن يذكر شخص على يد من تتلمذ، وأنا قرأت أنك تتلمذت على يد الأستاذ العالمي المعروف الفنان نصير شمة. ممكن تحدثنا عن دور نصير شمة في تجذيب موهبتك؟ نعم، اشتركت في البداية في المعاهد المتوفرة في أبوظبي، وقد حظيت بالتعلم على يد أساتذة عراقيين في آلة العود، وإن لفترات قصيرة. كانت تلك فترة نزوح كبير العراقيين خارج وطنه. أذكر أستاذي عازف العود وصانع العود البارع زيدون صدر طريقه، وهو بالمناسبة مخترق العود بالزندين المسمى العود الزيدون. كما حظيت بفترة قصيرة من التعلم على يد الأستاذ الموسيقى وعازف العود العراقي سالم عبد الكريم، وكانت هذه بدايات تأسيس نفسي كعازف عود منفرد، وهي الغاية التي من أجلها أنشأ الموسيقار العالم وعازف العود الشهير أستاذي نصير شمة فكرة بيت العود العربي في القاهرة وفروعه في بعض المدن العربية. بالتأكيد كان لافتتاح بيت العود العربي في أبوظبي أكبر الأثر في تحولي. أذكر أنني كنت أزوره في البدايات وقبل أن يتم تشغيل البيت وتجهيزه للعمل. الدراسة في بيت العود العربي ممنهجة، وتحصلت خلالها على علوم وفنون مدارس العود المتنوعة على يد أستاذي المباشر أحمد حميد، وبإشراف متواصل من الأستاذ نصير شمة. هكذا كانت بدايتي
وصولي إلى ما شاء الله. أخ محمد، هل تقيم ورشات عمل في اليمن باعتبارك من حضرموت وباعتبارك لك يعني جذور فنية في هذه المنطقة، هل تقيم ورشات عمل لتطوير الفن في هذه المناطق؟ حقيقة أنا أقيم في دولة الإمارات في أبوظبي، ولي زيارات دورية للأهل في حضرموت، وفي بداية هذا العام كانت لي زيارة إلى هناك، حيث استضافني مشكورا اتحاد كتاب وأدباء حضرموت في أمسية موسيقية قدمت خلالها العديد من القوارب الموسيقية المختلفة. وزياراتي لحضرموت أعتبرها شخصيا مهمة جدا في إثراء المخزون الموسيقي لدي، فحضرموت كما هي معروفة معين للفن والطرب لا ينتهي. نعم. وهنا إذا تسمحين لي أتوجه بتحية خاصة لجميع مستمعي إذاعة صوت روسيا، وأقول كما قال والدي رحمة الله عليه رحمه الله: يا طيور المنى ويا صابحات الأغاني، عانقي خطوتي من هنا وشدي رحالي واحمليني إلى وطني حضرموت. ما شاء الله. أستاذ محمد، ننتقل إلى الوضع الآن في اليمن، طبعا ليس غريبا على أي أحد ما يجري الآن في المنطقة بشكل عام، ولكن في اليمن أيضا يعاني من اضطرابات وإلى آخره، لن ندخل في هذا الموضوع، ولكن هل الوضع في اليمن صنع تحولا ما في إعطائك الفني؟ طبعا أي عازف أو موسيقي أو صاحب رسالة أو فنان أو رسام دائما رسالته تكون يعني عبر ما يقدمه، وليس بالأعمال السياسية أو بهذا يعني بهذا الشكل. نحن يعني نحاول أن نرسل رسالات حب وسلام، وأتمنى يعني أن تصل هذه الرسالة ويتغير الوضع إلى الأفضل إن شاء الله. وهل لدى الأستاذ محمد أدحي حلم في مجال الموسيقى يسعى إلى تحقيقه؟ طبعا والحمد لله، وهو أهم شيء في حياة كل إنسان بأن يحلم، فآلة العود كنز عظيم لا نهاية له، وطموحي هو عمل اللقاء بين هذه الإنسانات الكامنة في آلة العود وتراثنا، من أجل عمل جسور للعبور نحو العالمين وتوصيل الرسالة. إن شاء الله يتحقق حلمك. أستاذ محمد، عندما سألتك قبل اللقاء بفترة ما هي المقطوعة التي تريد أن نعرضها في هذا اللقاء أو نعرضها على المستمع العربي، عرضت علي مقطوعة تيدكس عدن، لما اخترت هذه المقطوعة بالذات وما هي مكانتها لديك؟ نعم، هذا الحدث مهم جدا في وقت يحتاج اليمن لمثل هذه المناسبات لتغيير فكرة الخارجية عن اليمن. وهنا أتوجه بالشكر لكل شباب عدن الذين تطوعوا في إنجاح هذا البرنامج، وبالفعل يعني عرض أفكار تستحق النشر، وهذا هو الهدف من البرنامج. طلب مني عمل للبرنامج والحمد لله يعني قدمته وشاركنا فيه كدعم لهذا البرنامج. هي كانت من تأليفي وعشي وتوزيع أخي الأستاذ عدنان الحي، هو الموزع الذي ذكرناه. ما شاء الله. أستاذ محمد، هل تود بنهاية اللقاء أن تتوجه بأي كلمة أو تحية، أو لك حرية الكلمة؟ نعم، نقول عادة عندما تراه سوف تؤمن به، لكن الكاتب الكبير والمعلم الشهير وان داير يقول: آمن بالشيء أولا ومن ثم سوف تراه. وكذلك أقول لجميع مستمعي إذاعة صوت روسيا: آمنوا بأحلامكم تروها أمامكم. وشكرا. ما شاء الله، معك حق. أستاذ محمد سعيد أدحي، كنت معنا من إذاعة صوت روسيا ومن مدينة أبوظبي، أصولك العريقة التي تمتد في جذور التاريخ البعيد من حضرموت، لك ألف تحية وألف سلام إلى من علمك ومن ساعدك في هذا الطريق. شكرا جزيلا أستاذ لينا، وأكرر شكري لإذاعة صوت روسيا. شكرا جزيلا لك، وسنترك المستمعين الكرام مع مقطوعة تيدكس عدن. Thank you.
أعزائي، شكرا لإصغائكم، شكرا لكم لمتابعتكم في هذا العام، وأتمنى أن نلتقي في العام المقبل. نودعكم وإلى اللقاء. استمعتم إلى برنامج ضيف الأسبوع.